هاي الدار كل لحظة يتجدد يا عيال زاي الدار البيت متوحد قول يا قطعة من الروح نرسل لك احنا شواك ويا حمام الدوح غاليين طيبين جينا نرد ونحبكم احنا العراقيين جينا نرد أعزائي المشاهدين نتعرف على ضيفنا وضيفكم لهذا الأسبوع مع الأستاذ المحامي سالم محمد عبيد النقبي ورئيس مجلس إدارة سالم للمحاماة والاستشارات القانونية في إمارة أبوظبي. نعم. بالبداية حفظ الخاب يعني سالم محمد عبيد النقبي أسعد الله أوقاتك عمي. الله يسعد أوقاتك إن شاء الله. يا هلا بك. إحنا إن شاء الله يعني سعيدين بوجودك معنا في هذا البرنامج برنامج كفاءات الإمارات وبرنامج كلنا زايد ولكن يعني كسياسة البرنامج. دعنا نعرف السادة المشاهدين بحضرتك يعني أكيد هناك بدايات للسيد سالم وهناك مكان ترعرع فيه نرجع للوراء شوية يعني كيف كانت البداية والانطلاقة في حياتك العلمية والعملية والعسكرية سيد الحين التقاعد تفضل إن شاء الله حلقة توفيقية إن شاء الله الله يسلمك أنا خدمت في القوات المسلحة تقريبا 25 سنة نعم طبعا كنت خدمت في الدولة وكنت يعني خدمت أيضا في الخارج في التمثيل الدبلوماسي نعم مدة 25 سنة لحد ما تقاعدت من القوات المسلحة وطبعا اتجهت للمحاماة تقريبا من 2008 نعم اتجهت للمحاماة إلى اليوم أول ما أسست مكتبي طبعا في أبوظبي أسست مكتب في أبوظبي نعم. وما زلت على المهنة هذه لحد اليوم في سلك القانون نعم في سلك سيد سالم يعني محمد عبيد النقبي وهذا البرنامج سؤال وجواب وكحلقة توثيقية إن شاء الله وكتجربة إيجابية لك والأجيال القادمة ولكن يعني أكيد هناك طفولة وهناك منشأ وهناك مثل أعلى لكل إنسان في حياته والدك سيدي والصفات اللي أخذتها من والدك كبدايات الحمد لله يعني أنا ترعرعت في رأس الخيمة في إمارة رأس الخيمة نعم في منطقة الفحلين في رأس الخيمة وكان يعني والدي كان مؤذن كان في الأوقاف وما شاء الله يعني كان عنده دراية في الطب الشعبي أيضا كان يعالج الطب البديل كان يعالج الناس الطب البديل والطب الشعبي في عدة أمراض وكان حتى يستخدم الوسم الكي أنتوا تقولون عنه الكي وكان ما شاء الله عليه يعني فالوالد الله يرحمه يعني كان المثل الأعلى يعني كان الدورات الشرعية نعم نعم العسكرية طال عمرك هذا تعتبر صقل للإنسان نعم نعم وأنا كنت يعني بدوري إني أنا كنت أحب العسكرية والمجال العسكري وما شاء الله تعلمنا الضابط والربط العسكري تعلمنا الالتزام تعلم كل مناحي الحياة ممتاز نعم نعم سيد سالم يعني تحدث عن هذا المكتب بالتحديد نتحدث يعني عن متى تم تأسيسه وكيف أجتك الفكرة أيضا ما بعد التقاعد ونتحدث يعني قبل هذا المكتب سيدي ما فرق ما بين الحياة العسكرية والحياة المدنية أيضا الفرق بين الحياة العسكرية والمدنية طبعا فرق كبير شاسع يعني فرق السماء من الأرض صحيح. الإنسان العسكري يكون عليه واجبات تكون عليه التزامات
بالعكس أنت إذا تأسست عسكري حتى في حياتك المدنية بتطبقها. بتطبقها ضبط الربط. نعم بتطبق الضبط والربط العسكري وبتطبق الأسلوب الحياة اللي أنت تعلمته وعشته فيه. صحيح. فالحمد لله الأمور طيبة يعني ما نعم. نتحدث عن هذا المكتب سيدي يعني والخدمات والإنجازات اللي حققتوها مع نعم أيضا جائحة كورونا يعني. نتحدث آلية التعايش مع هذه الجائحة كيف تعايشتوا معها والتخطيط. الحمد لله يعني شوف. هني نظام الدولة نعم. نظام عندنا في الدولة الحمد لله يعني نظام يقولون عنه يعني الحكومة الإلكترونية. نحن قبل الجائحة كنا نتنقل بين المحاكم نعم. عدة محاكم الإمارات يعني اللي في أبوظبي أو في دبي سواء أو في الشارقة. بعد ما صارت الجائحة هذه وانتشرت الجائحة فكان من التدابير اللي تم اتخاذها في الدولة أن العمل عن بعد وخاصة في الأونلاين اللي وفر يعني مثل ما تقول كثير على الناس وفر على كثير من المتقاضين بدل ما أنت كنت تنتقل من مكان إلى مكان صرت أنت تدير عملك عن بعد وصرت تحضر قضاياك عن بعد وتقدم مذكراتك وانت قاعد جالس في مكتبك يعني قاعد في مكتبك وهذا شيء ممتاز يعني الدولة وفرته يعني ما شاء الله وفي زمن محدد وبسيط. ونتحدث سيد عن دائرة القضاء الجهود الجبارة اللي قامت فيه بالأون الأخير يعني نتحدث عن سلك القانون إلى أين وصل القانون في هذه الدولة؟ ما شاء الله يعني شوف دولة الإمارات هي دولة قانون نعم دولة قانون والحمد لله الكل يعني ياخذ حقه وزيادة نعم. ودائرة القضاء ما لم تقصر أو يعني في شيء سواء بالتشريعات سواء بالتشريعات الجارية سواء في القوانين اللي في الدولة أو مجارات العصر أو الوقت اللي مر علينا نعم. خاصة في أثناء الجائحة. نعم. يا سيد سالم نتحدث عن هذا المكتب وأبرز القضايا اللي بترجعكم بشكل يومي يعني. نحن. والإنجازات اللي حققها المكتب. نحن ما شاء الله يعني مش يعني يقول متخصصين في يعني في قضايا معينة. نعم. ولكن نحن عندنا ما شاء الله المام في جميع القضايا. نحن نأخذ قضايا سواء قضايا تجارية جنائية وما شاء الله يعني مبدعين فيها وحققنا فيها إنجازات يعني ممتازة. نعم. هل من قضايا عالقة في المحاكم أو هل من مشاكل أو معوقات أو ملاحظات يعني واجهها سبق القانون سيدي في هذه الدولة وانت قبل للقانون بكل صراحة؟ والله صراحة بالعكس أن هني أي شيء في إعاقة دائرة القضاء أو الناس المسؤولين في دائرة القضاء أو المجلس القضاء يحاولون أنهم يحلون المسألة هذه بكافة الطرق المتاحة ما في قضايا عالقة. ممتاز. ونتحدث سيد يعني رسالتك للشباب أيضا وأنتم كتجربة جبيب من الطرقمية للأجيال القادمة رسالتك للشباب المقبلين على دراسة القانون أو سلك القانون بالتحديد يعني كيف تنصحهم عنك؟ والله ننصحهم يعني يسلكون المجال هذا لأن هذا مجال قانون أولا لخدمة الناس لخدمة الشباب أخذ حقوق الناس الدفاع عن المظلومين الدفاع عن الشخص اللي ما بعارف هو كيف يوصل للنقطة اللي يستوفي فيها حقه يفترض ونحن بعد هني نحن ما مقصرين يعني حتى نقدم استشاراتنا مجانية لكل من ينشدنا نحن نقدم استشارات مجانية. والموظفين عندك كيف كنت تختارهم أيضا للصف والكفاءات الموجودة؟ والله ما شاء الله يعني كله لازم يكونوا قانونيين ويكونون عندهم دراية تعامل مع الناس لأن أول شيء مهنة المحاماة الصدق والأمانة للشخص اللي جاي يستشيرك أو يأخذ منك معلومة. صحيح. الصدق والأمانة.
كل رجل عظيم وراء امرأة ودور الزوج بحياته أكيد كان مهم جدا وأبنائك سيدي ماذا عملوا؟ الحمد لله رب العالمين، عندي طال عمرك من الأبناء ما شاء الله 6. ما شاء الله. نعم عندي أبناء 6 ما شاء الله. أربعة منهم متزوجين، 3 بنات وولد متزوجين ما شاء الله. نعم. واثنين في قيد الدراسة. الله يطول عمرك. نعم. وضلهم بخير لك إن شاء الله. الله يطول عمرك. وراضى عن نفسك سيدي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. الله يعطيك الصحة رب. سيد سالم محمد عبيد النخبي، يعني بدنا نأخذ منك رسالة إلى الوطن وقائد الوطن. الامتنان لقيادتنا الحكيمة ممثلة في سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات على ما بذلوه من جهد حثيث وقيادة حكيمة ارتقت بدولة الإمارات الحبيبة فبوأتها مكانتها التي تستحقها بين الأمم المتحضرة فتحولت قبلة وحلم لكل من يبحث عن بيئة استثمار آمنة ومستقرة ومجتمع يوفر سبل الحياة الكريمة للكافة من مواطنين ومقيمين على أرض هذه الدولة. نعم. وسيد سالم محمد عبيد النخبي هناك سؤال، يعني وانت ما شاء الله عليه في قمة العطاء والإنجاز، يعني ونداك الوطن إلى موقع قيادة هل ستلبي نداء سيدي؟ نعم نحن مستعدين، نحن في أوامر الدولة في أي وقت في أي لحظة. نعم نعم. الله يطولك. طبعا أعزائي المشاهدين اشكروا معي رجل الأعمال المستثمر والمواطن الإمارات وصاحب ومدير عام مكتب سالم العبد المحاماة والاستشارة القانونية سيد سالم محمد عبيد النقبي، وهو رئيس مجلس إدارة سالم العبد المحاماة والاستشارة القانونية.